ثار اليوتيوبر السوري سياماند وزوجته العراقية شهد أثار الجدل في منصات التواصل الاجتماعي بعد الفيديو الأخير الذي نشر على قناتهما في اليوتيوب، جدل وضجيج وتهديد بالسجن للاثنين. لكن ما سبب هذا كله؟ القصة بدأت بعد إعلان اليوتيوبرية شهد وسياماند بأنهما يستعدان لإقامة احتفالية كبيرة للكشف عن جنس مولودهما، كأول شخصين في العالم يعلنان جنس المولود عبر الإهرامات في مصر. وبالفعل ظهر سياماند وزوجته أمام الإهرامات، إهرامات الجيزة، برفقة زملائهم. كانت دقائق مليئة بالقلق والخوف وأيضا الترقب والحماس، استعدادا لمعرفة جنس المولود الجديد. فكيف كانت الأجواء؟ لنتابع. وصلنا على المكان هلا تقريبا بقيان 10 دقائق حتى نعرف شو جنس الجنين. الحماس 1000 مليون، متوترين. طوني هون معنا كمان بستنى كريس، ما عم تفوت اي لحظه انا التصوير. هون انا انستغرام. اوكي، حاليا بعد 10 دقائق تقريبا رح يبلش العرض ورح نعرف واخيرا شو جنس الجنين. الإهرامات ظهرت كأنها تضيء بمختلف الألوان حتى استقرت على اللون الأزرق في إشارة إلى أن الجنين ذكر. اللقطات هذه لم تكن سبباً بالجدال عبر منصات التواصل فحسب، بل أيضاً عبر الصفحات والمواقع أيضاً في وسائل الإعلام، حتى تطور الأمر ليصل إلى القضاء المصري. فالمسؤول عن الاحتفالات في الإهرامات توعد سياماند بالتهديد والملاحقة قضائياً وعرضه اليوم للقضاء بعد استغلاله إضاءة الإهرامات بالإعلان عن جنس مولوده، مؤكدا أن تصرف اليوتيوبر كان كذب ودعاءه وخدع متابعيه، ولم يكن هناك اتفاقا معه على الإطلاق. ومن يسأل عن الإضاءة الزرقاء فإنها ظهرت بالصدفة لا غير. بعضا من ردود الأفعال رصدناها لكم حول ما حصل، نبدأها مع جولان علي. تقول جولان عن هذا الموضوع: وينك يا فرعون عشان تنتحر؟ اهرامات عمرها الاف السنين ولسه العلماء بيعملوا عليها ابحاث ودراسات، كيف تم بنائها؟ يجي سياماند وشهد حتى يكشفون جنس الجنين على هالتاريخ والحضاره فعلا هزلت. هناك تعليق من منى كردي تقول: منى شهود شبيتش شنش وحدة ما شايفة، المهم انتظروا عقوبتكم من الحكومة المصرية بعد قليل. طلعت كلها مسرحية، لا متفقين مع المسؤولين على الإهرام ولا شيء، واللون كان مجرد صدفة مو أكثر. يا فضيحتكم كلها مشان اللايكات والمشاهدات، بتحاولوا تقلدوا أنس وأصالة لا أفوقاها تكذبون. هناك أيضا تعليق من راما تقول: راما من برج خليفة للإهرامات واني من البيت للمعهد، ثانكس يا دنيا ما قصرتي وياي، بالفعل حظي زي الزفت، امتى يتعدل ما أدري.